في جزئية الهوم ورك بيج 126 يلا محمد نجيب نمبر 1 I visited. I visited طبعا لوجود كلمة last Monday نمبر 2 كمل last Friday our class went. went طبعا الماضي من go went نمبر 3 I was I was excited I was excited yesterday نمبر 4 what did Amira did Amira do do طبعا لوجود did قلنا did او didn't يبقى مصدر did او didn't مصدر المصدر هنا اسمه do نمبر 5 we a great time at the museum last week had we had we had we had النقطة اللي بعد كده الترتيب يلا فريدة حاضر يا سير we traveled to Alexandria we traveled to Alex number two what what did Hannah at the museum يبقى what did Hannah see what did Hannah see ماذا رأت Hannah at the museum number three she cooked dinner yesterday she cooked dinner yesterday she cooked dinner yesterday أروح للسؤال الماتش يلا يا إياد يا تصقر what did your sister do Yes, I did. يا حبيبي أقول لك what did your sister do? What? She bought jewelry. She bought jewelry. Number two. Did you visit? Yes, I did. Yes, I did. He bought some jewelry. From the museum shop. The cake. Was delicious. يلا يا فاني. فاني. مع حضرتك يا سيدي. هقول هنا I baked a cake ولا I bought a necklace. I baked a cake. I baked a cake. Number two. بقول he worked for his test ولا he played with his baby cousin. He played with his baby cousin. تمام. He played. كملي. مديني traveled و visited بقول I not my grandmother visited I visited number two we not by train traveled we traveled by train سافرنا بالقطر السؤال اللي بعد كده جودي نعم يا سير يلا يا جودي ركز بالقطعة بقول I visited the Egyptian museum in Cairo yesterday With my school, we traveled to the museum by bus. We saw beautiful gold and silver jewelry from ancient Egypt. النقطة الأولى. I visited the museum last week. False طبعا كان yesterday. Number two, we went to the museum by bus. True. Number three, we saw gold and silver jewelry. True. I went to the museum with my family. False طبعا. تمام. أروح بعد كده للجزئية ديت. محمد وليد فين؟ نعم يا سيد. اصحى يا وليد. مديني مجموعة أفعال وبيقول لي استخدمها في الماضي استخدم لي الماضي من مجموعة الأفعال دهيت ونمبر وان محلولة اهي last Friday our class went to Luxor Museum we not by train we traveled by train because it's fast and safe we not the statue we looked to We looked at two or looked at? Looked at. We looked at the statue of Amenhotep in a third and the mummies of Ahmos first and Ramses first. We not there for 3 hours. We stayed there. قعدنا هناك لمدة 3 ساعات. We are really great time.
had. We had. We had. يبقى إذن كان مطلوب مني أستخدم الشكل الماضي من مجموعة الأفعال اللي قدامي. Go قلنا الماضي منها went. Have. Had. Stay. Stayed. Look. Looked. Travel. Traveled. هاجي بعد كده للإكسرسايز الثاني. Page 129. يلا يوسف. يوسف هتسألني. حاضر يا إياد. يوسف فين؟ ما فيش يوسف. يلا إياد. إياد شريف. بريسلت. بريسلت. بالعربي. بالعربي اسمها إيه؟ بريسلت يعني. بريسلت يعني الحجرة. ها؟ ينفعنا سير؟ ينفعنا؟ أمال اللي عايز نسألك ليه يا إياد وأنت مش حافظ الكلمات؟ ينفعنا سير؟ ينفعنا؟ ينفعنا سير؟ كمل يا صقر. بريسلت يعني سورة وبرنتر. السورة عند السورة هنا هكتب نمبر 1 برنتر. سورة. طبعا هنكتب نمبر 2 برنسس. برنسس أميرة. أميرة. هنكتب هنا نمبر 3 براون. عند اللون هنا هنكتب نمبر 4 براش. براش فرشاة. فرشاة. هنكتب هنا 5. يلا إياد البنا. إياد البنا. بي او. بي ار. براش. بي او. بي ار. برينتر. بي او. بي ار. بريسلت. بريسلت. بي او. بي ار. بروم. بالتحت او. بي ار. ها برايس. اس بي. بي ار. بي ار. برايس. ها برانش. برانش. بي ار. بريد. بي ار. قول لي البي ار اللي هنا زي دي، دي زي دي في بريزنت وبروم زي بعض؟ يبقى عندي هنا البي اللي هي التقيلة، بي ار تقيلة، وهنا بي ار خفيفة، تمام؟ يبقى هنا بريزنت وهنا بروم، تمام؟ بنفس الطريقة في بقية الكلمات. يلا يا سيف. The present is a printer. سيف. ما فيش سيف. جنى. نعم يا سير. ها وصلي. The present is a printer. اللي تحت على اليمين اللي هي الطبعة. نمبر 2. The princess wears a bracelet. سير انا سلمى حلوة بتسألني. يبقى هنوصل الأميرة اللي موجودة عندي اللي هي الصورة دي، هنكتب فيها نمبر 2. The branch is brown. يعني إيه برانش؟ برانش اللي هو فرع، فرع الشجرة. هنكتب هنا نمبر 3. يلا سلمى. بريد. بي ار اي اي دي. برينتر. بي ار اي ان تي اي ار. براش. بي ار يو اس اتش. بروم. بي ار او او ام. بريسلت. بي ار اي سي اي ال اي تي. براون. بي ار او دبليو ان. برافو يا سلمى. قولي لي الصوره اللي تحتها يا سلمى. شي از ا برنسس. يعني برنسس. امير. جميل. ثانيه. ذيس از ا بروم. يعني بروم. ماشي. برافو يا سلمى. جميل. قولي لي البنكتوشن كمان يلا. الاي كابيتال والاي كابيتال والام كابيتال وفي الاخر فول ستوب. جميل جدا، برافو عليكي. يبقى الاي بدايه الجمله كابيتال، لما اتكلم عن ايجيبشن ميوزيوم يبقى الاي كابيتال والام كابيتال، الجمله اولها اي يبقى بنهي الجمله بتاعتي فول ستوب. شفنا الحصه اللي فاتت المجموعه ديت، قلنا طبعا في برينتر عايز البي ار. البي ار عندي بعد كده في برانش عايز البي ار، هنا في بروم عايز البي ار، اما في برنسس عايز البي ار. اخذنا الكلمات دي وقلنا نجهز بيها عشان الحصه بتاعت النهارده. قلنا جولاري اللي هي مجوهرات، وير يلبس او يرتدي، ستونز احجار، قلنا برايت لامع، نيكلس قلنا عقد، رينج خاتم،
وقلنا عندي مجموعة أفعال جديدة بتصرفاتها لازم أحفظها كويس. بقول الماضي من وير وور، الماضي من ميك ميد، الماضي من بيلد بيلت، أما الماضي من سي سيد. تعال نشوف القطعة، بنقول جولري إن إنشانت إيجيبت، المجوهرات في مصر القديمة. لما أقول هنا جولري واز فيري إمبورتانت إن إنشانت إيجيبت، المجوهرات دي كانت مهمة جدا في مصر القديمة. من ومن أند تشيلدرن وور جولري، يعني الرجال والنساء أو السيدات أند تشيلدرن والأطفال كمان وور جولري، كانوا بيلبسوا المجوهرات دهيت. They wore it every day، كانوا بيلبسوها كل يوم. And for special days، وأيضا في المناسبات الخاصة أو الأيام الخاصة. They loved، كانوا بيحبوا rings bracelets and necklaces، بيحبوا الخواتم وكمان الأساور والعقود. The jewelry was very beautiful، المجوهرات كانت في الوقت ده very beautiful، جميلة جدا. Ancient Egyptians، قدماء المصريين من رجال منهم made the jewelry، كانوا بيصنعوا المجوهرات دي from silver and gold، من الفضة والذهب. They also used، استخدموا stones، الحجارة، with bright colors، بالألوان البرايت الساطعة أو اللامعة. الكلمات اللي عندي في القطعة ديت قلنا important بمعنى مهم، من هي جمع كلمة man، women جمع كلمة woman، children جمع لchild بمعنى أطفال، wore الماضي من wear بمعنى يرتدي أو يلبس، from قلنا من، every day كل يوم، special days أيام خاصة أو مميزة، very beautiful جميل جدا، made الماضي من make، silver and gold قلنا الفضة والذهب، برايت كالرز ألوان لامعة. تعال نشوف، بيقول لي at first around 4000 years ago، في البداية أو في الأول حوالي تقريبا من 4000 سنة، the ancient Egyptians liked colored stones best، كانوا بيعجبوا بي أو كانوا بيحبوا الcolored stones، الحجارة الملونة أكتر. Look at this beautiful necklace، بيقول لي اتفرج على هذا العقد الجميل. الكلمات الخاصة بالقطعة دي مديني at first، قلنا في البداية، colored ملون، stones حجارة، best أفضل، beautiful جميل، necklace قلنا عقد. Then ثم أو بعد ذلك around 3300 years ago، حوالي من 3300 سنة، the ancient Egyptians loved gold jewelry، عجبهم في الوقت ده أو في الفترة دي الجولد جولري، المجوهرات المصنوعة من الذهب، وسكالرد ستونز، وكمان المحلاة بالكالرد ستونز اللي هي الحجارة الملونة. Look at this awesome jewelry، awesome قلنا بمعنى رائع أو جميل. هنا from Tutankhamun it has a big blue eye، فيه big blue eye اللي هي عين زرقاء كبيرة. أيوة حاجة عشان النت فصل عندي، اعمل ايه؟ لا انتوا شرطوا حاجة، احنا بنقرا القطعة ديت يا اياد، تابع معانا وتابعوا تاني على اليوتيوب. مديني كلمات القطعة الاولى اللي هي جولد جولري، كالرد ستونز، لوك ات، اوسم، توت عنخ امون، بيج بلو اي على بعضها، عين زرقاء كبير. لاست اخيرا around 2600 years ago، تقريبا حوالي من 2600 سنة، the ancient Egyptians liked the animals، عجبتهم في الوقت ده الانيمالز الحيوانات، in their jewelry، في ان هم يحطوها على المجوهرات بتاعتهم. Look at this fantastic gold ring، انظر الى هذا الخاتم الفانتاستيك الرائع الجميل، with birds اللي عليه البردس الطيور، with birds. اديني لاست اخيرا، birds طيور، animals حيوانات، look at gold ring with. دي القطعة اللي كانت عندنا النهاردة، وعليها طبعا اكسرسايز هنا هو. لو انا جيت هنا وقلت زي love the gold jewelry، هي فين الجولد جولري هنا؟ One. فوق الشمال، فوق اليمين، دي هتبقى نمبر 1.
لو قلنا this is a gold ring, gold ring خاتم ذهب. تحت على الشمال, تحت على الشمال. The ring, the great pyramid is famous. Great pyramid. تحت على اليمين. الهرم الأكبر. This is Tutankhamun's mask. فوق على اليمين. فوق على الشمال. القناع بتاع Tutankhamun. هنكتب عندها number four. طبعا مديني كلماتنا اللي احنا حافظينها المفروض. Bracelet, gold, stone, pyramid, jewelry, mask. مديني بعد كده when the jewelry was very beautiful. Beautiful. The ancient Egyptians loved gold. كانوا بيحبوا الجولد جولري. The great pyramid of Giza is very famous. Famous يعني famous. مشهور. 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 بيقول لي كمل بكلمة من الكلمات دي يا بنا. I love to not the great pyramid of Giza. هقول له I love to ايه؟ محمد نجيب. سير ممكن اقول نجيب. I love to visit. I love to visit. بحب ازور. نمبر 2 يا نجيب. The ancient Egyptians wore necklaces. كانوا بيلبسوا النكلاسز. Look at this awesome jewelry. The ancient Egyptians liked not stones. اسمها ايه stones؟ colored stones. colored stones. بكمل بقية الاكسرسايز عادي في الواجب. تعال لي هنا لجزئية الجرامر دي الخاصة بالدرس اللي فات. جزئية الجرامر. نمبر 1 محمد وليد. نعم يا سيد. نمبر 1 they go to school yesterday. They didn't. Didn't go. نمبر 2 we at whom we did it. غلط. We were ما كانش دي يبقى دي يا محمد. We weren't طبعا يا شباب. We weren't at home. ليه ما قلتش didn't؟ ما انا عندي لست هيت. انا عندي was ماضي were ماضي we did ماضي, ولكن بستخدم did او didn't لما يبقى عندي مصدر يا محمد, لما يبقى عندي فعل في المصدر. هو انا لما اقول هنا at home ده مصدر؟ لا, ده حرف جر, يبقى ماليش دعوه ب didn't. لما يبقى عندي حرف جر او صفه ماليش دعوه ب didn't. لما يبقى عندي حرف جر او صفه ماليش علاقه ب didn't. يبقى انا شغلي مع was و where. طب الوي بتاخد مين فيهم؟ weren't. يبقى we weren't at home, ما كناش في البيت. نمبر 3 I not play. Didn't. I didn't play. نمبر 4 يا سيف. نمبر 4 he doesn't. حمار انا عندي yesterday. عندي yesterday. يبقى he didn't have. نمبر 5 he didn't. كمل. He didn't see. See. Dad didn't use. Use. I didn't work. Work. Not you have yesterday. Did. Number 9 يا فريدة. Where did they play? قلنا وجود did أو didn't. الناس اللي لسه بتفكر وجود did أو didn't يبقى مصدر. وجود did أو didn't مصدر. المصدر عندي اسمه play. يبقى where did they play. كملي يا سلمى. Did he go. When did he have. When did he buy. Did she have. Not he go. Did he go.
He didn't. He didn't have. Have. Where did you? Go. Go. قلنا وجود did أو didn't في جملة بيعني إن أنا عايز المصدر بعدها زي have أو go أو play أو buy. مجموعة تانية جانا نمبر 1 we know a beautiful jewelry last week. سلمى الحلو. نعم زي. ها نمبر 1 we saw. We saw طبعا لوجود last week يبقى saw. نمبر 2 I had. برافو عليكي. نمبر 3 I go to school. Boy. By bus. برافو. He was. He was. نمبر 5 she bought. Bought. برافو عليكي. Thank you. Safe. They went. They went. لوجود ago. Number 7. We. 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 Were. We were excited. Number 8. What did you. What did you do. Do. They traveled to the museum. No a train. Bye. Bye. You know at in Luxor for 3 days last week. We stayed. You stayed. أكمل بعد كده مديني القطعة اللي احنا شفناها قبل كده ده على الجزء الأخير بعد كده براجع كلمات اليونت وعندي بعد كده امتحانات على اليونت نفسه ده معايا في الهوم وورك عشان نتسلى كده واحنا صايمين لحد بيج طبعا دي كلها مراجعات الجزء الأول أو النص الأول من المنهج لحد هيانا بسم الله ما شاء الله لحد 153 لحد 153 ها تمام يا محمد كفايه دول هراجع على 7 و8 و9 هراجع على الوحدات 7 و8 و9 واحل زي ما قلنا ل 153 تمام ده بالنسبه لكونكت بالنسبه لكونكت بلس ايوه هنوف حددت 153 لحد 53? لحد يونت 10 الجديد لحد يونت 10 الجديد لحد ما اوصل هنا يا اياد اهو لحد ما اوصل يونت 10 ماشي يا سيدي تمام لحد ما اوصل يونت 10 كل الاكسرسايز دي مراجعة على الماضي البسيط ومراجعة على الكلمات اللي احنا اخدناها من اول ما بدأنا الاسئلة باجاباتها فصول السنة الجو عامل ازاي الحاجات دي كلها راجعها كويس وببدأ احل عليها الامتحانات دهيت تمام ده بالنسبة لكونكت كونكت بلس افتحوا لي كده خد لي برضو في واجب فتحنا بلس ايوه يا سيد تمام هات لي في بلس بيج بيج 57 و8 تمام تمام 57 و8 امتحان واحد بس هوت على يونت 7 ده بالنسبه للبلس بيت 57 و58 تمام تمام يا سير ماشي يا محمد هو احنا مكان مش المفروض كنا نبدا في صفحه 42 مش عايزها يا محمد عايز تحفظ كلماتها احفظ كلماتها تمام
عايزين نحفظ كلمات اللي هي قبل كده مفيش مشكلة نحفظها عادي، لو عايزين ناخدها واحدة واحدة مفيش مشكلة، بس أنا بتكلم عشان ننجز شوية في المنهج. تمام ماشي يا سيف. تمام يعني الكلمات دي يا محمد اه زمايلك أخدوها في السنتر وكل حاجة، عايز تحفظها أوكي مفيش مشكلة تمام، لأنها كده كده متعادة عندك في ديسكفر. أوكي ماشي يا سيف. هنحل بس حل لي الامتحان زي ما قلت اللي هو 57 و 58 لو سمحت يا سير. ايوه احنا اخر حاجه كنا واخدينها 41 تمام، يعني من اول 42 ما اخدناش جزء مالوش اي اهميه بالنسبه لنا، يعني بالنسبه أيوة. لنا احنا كانجلش مالوش اي قيمه بالنسبه لي، مش هحتاجه في حاجه. تمام تمام، هو جزء ساينس صرف، يعني هو جزء ساينس. أيوة. عايزين ناخده بالتفصيل مفيش مشكله ناخده عادي، هو موجود في منهج ديسكفر. تمام تمام، هو منهج ديسكفر مالوش علاقه بالانجليزي، يعني احنا نحل 56 و 57. ايوه دي اللي تهمني فيه. تمام تمام ماشي. مش انت ها 147 يا حبيبي يا اياد اصحى يا اياد، التاني كان كونكت يعني 57 و 58 هنا في بلس 57 و 8 بس، اللي هو امتحان بسيط على اليونت، امتحان بسيط على اليونت يعني 57 و 58. ايوه عايزين نمشي بالترتيب زي ما كنا ماشيين بالنسبه للكلمات مفيش مشكله. يبقى اجهز لي اقفل يا ابني الصوت عندك، اجهز لي بكلماتك اللي هي 42 و 43 تمام، مع الامتحان برضو اللي عندنا، مع الامتحان اللي عندنا. يلا تمام 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 يا سيد. ماشي يا محمد يا ولي، ماشي يا شباب، يلا كل سنه وانتم طيبين. كل سنه وانتم طيب يا سيد. كل سنه وانتم طيب يا سلمى. كل سنة وانتم طيبين. يلا باي باي. Good night. Night. Bye bye.